لو كنت مسؤولا وخارج العاصمة، برامج خدمية بوصلتها الدائمة كانت ورح تبقى هي هم المواطن السوري، وانتو دايما على موعد جديد معه بالدورة البرامجية الجديدة يلي انطلقت امبارح، ولحتى نعرف كواليس العمل اكثر ولحتى نحكي عن وجع المواطن يلي منشوفه على الشاشة الاخبارية السورية، صرنا نرحب بزميلتنا نور الابراهيم، معدة ومقدمة برامج البرنامج لو كنت مسؤولا، وايضا مازن خضور، معد ومقدم برنامج خارج العاصمه ورئيس قسم المراسلين بالاخباريه السوريه. نور ومازن صباح الخير. يسعد صباحكم. صباح الخير. مبروك. مبروك لنا كلياتنا اكيد، مبروك الانطلاقه والدوره البرامجيه الجديده، ومبروك لكل كادر الاخباريه السوريه، كثير تعبنا يمكن وفي مجهود كبير بس بيستاهل. أكيد. صباح الخير نور، مرة ثانية صباح الخير مازن، مبروك الفيديو امبارح يلي اثار ضجة كثير كبيرة، يمكن على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن فيديو شفناه لل 3D هو اثار ضجة كثير كبيرة، وايضا ان شاء الله جميع برامج الاخبارية السورية يكون لها وقع وضجة ليقدر المشاهد نال رضا المشاهد، يمكن بتوجه بعض الانتقادات ولكن دائما الانتقادات للاعلاميين السوريين هي للنجاح. لا نقدر نطلع اكثر، تحكي لنا شوي عن برنامجك، شو الشيء الجديد ببرنامجك؟ هلا برنامج خارج العاصمه هو برنامج خدمي اجتماعي بيتناول المشاكل الخدميه بالمحافظات السوريه، وهو استكمال للجزء للموسم الاول وطلعنا بالموسم الثاني. برنامج خارج العاصمه كان له دور بحل كثير مشاكل بمحافظات كان يعني فينا نقول ما كان الضوء عليها، تناول كثير من المشاكل بدير الزور ايام الحصار، تناول مشاكل بالحسكه بالمنطقه الشماليه بحلب الساحل بهي المحافظات، وكان يعني عالجنا بعض المشاكل، رح نتابع المشاكل اللي ما تعالجت وهيك. خلينا نروح نشوف البرومو، شو رايك؟ يلا موافق؟ يلا بين ما تصحصح. أنا عامل تنظيفات يفصلني، أنا عامل مكنسة يفصلني، وجيت جاء غير الضماد وبعد ما شيل الضماد فقط عين فقط عين فقط عين صاحبة قديمة قتلته هو وأبوه. هل له واسطة بصراحة؟ ما يخلوه يزبط والما له واسطة لا يموت. المعونة لا ناس وناس وأمانة رسول الله يوصل الحكي. عبعيتولي إنك هوني عجيت الكتلة عندكم. لو كنت مسؤولا يمكن هيدا بي بي يعني صار له زمان هيدا البرنامج موجود على شاشة الإخبارية السورية، بيطرح هموم ومشاكل المواطن من قلب الميادين وليس بالاستوديو. خلينا نحكي بانطلاق الدورة البرامجية الجديدة نور، شو الجديد لو كنت مسؤولا؟ شو هو الشيء اللي حضرت له نور المعدة والمقدمة لهيدا البرنامج؟ بالعاده بكون مكانك وانا اللي بسرح هالمره. هلا مثل ما قلتي يمكن من اول انطلاقه الاخباريه السوريه كان برنامج لو كنت مسؤولا مع بدايه الانطلاقه عم يلامس هموم الناس والمشاكل الخدميه بجميع المناطق بدمشق وريفها، نحن بحاله حرب على مدى 7 سنين، ففي مشاكل خدميه قبل الحرب وبعد الحرب في مشاكل خدميه اكثر، نحن عم نحاول من خلال برنامج لو كنت مسؤولا نوصل صوت المواطن للمسؤولين من خلال حل مشاكلهم والتواصل مع المسؤولين. الجديد بالموسم الجديد لو كنت مسؤولا هو متابعة الملفات اللي فتحناها سابقا وحل المشاكل والتواصل مع المسؤولين بشكل مباشر. في كتير من المناطق الخدمية زرناها هي من المناطق المنسية مثل حي الورود، جبل الورد، مناطق هي نوعا ما فيها الطبقة الفقيرة أو الدرويش، يعني أنا بعتبر في من أهم إنجازات لو كنت مسؤولا في حي الورود حارة العمودي بعد سنتين متابعة، حارة يمكن أهل عاشوا بالطين والوحل،
اول مره والركام اول مره قالوا لي بنفوت على بيتنا بدون ما نفوت وطين على رجلينا. يعني حاولنا نزفت الطريق وحاره عمرها 20 سنه 25 سنه واكثر يعني سنوات. فعم نحاول نامن للمواطن الخدمات البسيطه، واكيد بدنا نوجه تحيه للمسؤولين لانه كانوا في تجاوب كثير كبير وفي يمكن استماع لمشاكلهم وحلها، بس نحن بنتمنى يكون يمكن حل المشاكل بطريقه اسرع. بنحب يكون الاذان صاغيه اكثر، يكون مساحه اكبر بمتابعتك المباشره مع المواطن ومع المسؤول. نور، يمكن حضرتك بشكل دائم انت عم تتابعي المواضيع على التليفونات وبتسمعي يمكن الكل عبر تواصلك معهم. صحيح، بس نحن ليش عم نقول نطلب من المسؤولين يكون في يمكن اذان صاغيه اكثر؟ لانه نحن بنعرف في حاله حرب وفي اولويات أكيد، بس كمان المواطن بيتمنى يكون حاصل على أبسط الخدمات، وعم نحاول من خلال برنامج لو كنت من مسؤولا نوصل هي الخدمات لجميع المواطنين. أكيد يمكن نور تعبك ما عم يروح هيك، وخصوصي بعد ما ذكرتي النقطة أنه فاتوا على بيتهم مرتاحين. هذا أنا ما بنساها لما هي قالت لي بنتي محامية أول مرة بتروح على شغلة بدون ما يكون ثيابها وسخين. أكيد هي كلها نتيجة التعب والجهد، نتيجة المسؤولية كبيرة اللي حملتيها. لو كنت مسؤول لان خلينا نتابع البرومو سوا. ليه يعني دائما بتكون حلول اسعافيه على اخر نفس او اخر رمق؟ حاره يا اخي، نحن والله معاقين، بدنا منكم تتكرموا وتنهوا لنا هالمشكله. اصبحت ضبابيه بالنسبه للانتقال للامانه السوريه للتنميه. جهودكم مشكوره، ولولا منكم بصراحه ولو ما الاعلام ما وصلنا لهم. السيد وزير دول خدمات خبر السيد المحافظ، نحن مشان نخدمكم باقصى سرعه. المي ملوثي والشجر عم ينأذي والجو الطبيعة العامة عم تنأذي. مشكورة جدا، هذيك سنتين بتتعبي معنا، يعني لسه هي أول مرة بنشوف شيء عاطل. لو كنت مسؤولاً خارج العاصمة، بنرجع لخارج العاصمة أيضاً في مواضيع مهمة كتير عم بيتم طرحها في تواصل كمان خارج العاصمة، ما نقليل خلينا نقول لأنه في تواصل خارجي كمان. يمكن نور بتنزل على قلب المناطق لسه، أما أنت كمان في تواصل خارجي جميع المحافظات، وأيضاً بظل الحرب كان في عنا مسؤولية كتير كبيرة. خبرنا شوي وقت طلقنا من جديد، كيف كانت الهمة؟ لا الهمة الحمد لله تمام، بس بدي نوه كمان انه خارج العاصمة كمان تناول مشاكل مو بس برا العاصمة، اكيد برا سوريا كمان. يعني تناولنا كثير من المشاكل اللي بيعاني منها المغتربين السوريين بدول الاغتراب. بس كمان بدي نوه انه نحن بالدورة البرامجية الجديدة في برنامج جديد اسمه أهل الدار، وهو معني بالصورة الجمالية للمحافظات السورية، لسحر الطبيعة السورية وللعادات والتقاليد اللي بيتمتع فيها الشعب السوري، وهي عادات كتير مهمة. نحن عندنا كمان هذا البرنامج ضمن الدورة البرامجية الجديدة، حابين ننوه عن هاي الفكرة. نعم، مازن كمان بدنا نقول كل التحية لكل المراسلين ومراسلين الإخبارية السورية المتواجدين بكل المحافظات السورية إن كانت وخارج سوريا، وكل حدا يمكن عم يطرح موضوع أو عم يطرح حل بالمساعدة لحتى يكون برنامج خارج العاصمة يمكن هو المنفذ لمشاكل الناس وحلولها. يعني نور ومازن كوبل، نقلكم أول شيء مبروك أكيد على الارتباط، ويعني ومبروك على مشاركة هموم المواطن. هيك بالبيت تقعدوا بتحكوا انه انا هيك بتتناقشوا بما احنا اللي بدك تناوليها بكره مثلا يعني. انت بتقعدوا هيك بتقولوا انه لا انا عم مطبخ نتناقش انا اليوم اجتني المشكله الفلانيه شو كذا اليوم عملت عندك عندي انا لا وانا عملت انجاز مهم هيك اشتغلت. كيف بتساعدوا بعض وكيف يمكن بتلاقوا هيك حلول او بتساعدوا بعض بالافكار؟ هي المشاكل الخدميه غالبا مشتركه بين كل المحافظات السوريه، وبالتالي انه الحلول تقريبا نفسها هي وطرق معالجتها نفسها والتأخر. بتردوا على بعض باخذ يعني بتردوا على بعض اذا مثلا اعطيتك رايي لا اكيد اكيد هلا في عنصر جديد هلا بده يعطي رايه علي صار في مزيا صغير جاي هو بده يستلم يمكن مشاكل الكون
الشراكة جميلة أكيد. وخصوصي إذا كان هدف نبيل وسامي كل أكيد. الشكر لكم بس نور إبراهيم. بدي أتشكر شبكة مراسلي الإخبارية السورية المنتشرة على كل أنحاء سوريا اللي بالرغم من ضعف الإمكانيات إلا قدموا بالفترة الماضية كل مطلوب منهم وعلى أكمل وجه. نحن كمان نضم صوتنا لصوتك نور إبراهيم. لو كنت مسؤولا ناطرينه مستمر بقوة وناطرينه أكيد خارج العاصمة أكيد ناطرينه. شكرا لكم شكرا لجهودكم موفقين وعنا أكيد ثقة فيكم وبجهودكم. مرسي كتير لكم.